لا عشان نثبت للستات ان صعب ارضائهم وان مفيش حاجه بتملى عينيهم وان دايما بيرغبوا في المزيد. سمعت على النساء اللي بيترسموا وما يتشافوش في الحقيقه؟ سمعت عن البدريه. انا طلعت السادس، اكيد بقى الدور ده هلاقي فيه فارس احلامي اللي موجود بقى في الخيال وبس. I got my passion. عارفه لما تجدي سعادتك كده او تنبسطي. ولبستي مين بقى من المشاهير؟ ده غير بقى البدريه. انتظروا وهديوا. بصي الناس حبايبي.